قبل ما اقنعنا الناس باستقرارنا وربنا سبحانه وتعالى اراد ان يطلع حقل ظهر ده، احنا كنا هنبقى في ازمه كبيره جدا دلوقتي، مش بس عشان غاز منازل ولا سيارات ولا غاز محطات كهرباء، لا، اللي هو الثمانية مليار اللي بيبيعهم طارق، مش كده ولا طارق؟ ولا بثمانية مليار دولار بياخدهم بيعمل بيهم ايه؟ بياخدهم يشتري بيهم بترول؟ لا، مع اللي بيشتريه، ما هو البترول مش بشوية، لأكتر من 10 مليون عربية بيتحركوا في مصر، أكتر من 10 مليون عربية بيتحركوا في مصر. اسمعوا يا مصريين، اوعوا تداروا وشكم مني، اسمعوا اللي بقولك عليه واعرفوه، ده بتاعكم مش بتاعنا، ده بتاع مصر، بلدنا كلنا، لينا فيها كلنا زي بعض.